بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقاتنا المتواصلة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لتعلن انطلاقة شوطنا 13 للزمول المحليات الأصايل. نحضر بحضور هذه الشعارات وتواجد هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة من مسافة 8 كيلومترات. نتقدم ولنتعرف على أول المراكز، أول التحديات هناك مع البداية الأولى ومع الانطلاق الأول. من يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على الصدارة وعلى الاندفاع الأول في هذه اللحظات؟ شاهين سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي مقدما لنا شعاره، مقدما لنا شاهين. المركز الثاني الحضور ايضا من شاهين حمدان بن محمد بن مبارك الاعفاري قادما مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث والحضور في هذه اللحظات يتقدم في هذه الاثناء، يتقدم خريمة لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، يقدم لنا خريمة على المركز الثالث. أما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات، ينضم في هذه اللحظات المسك سيف بن حمد بن قناص العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات يصل ما يخاف بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري قادما مع المركز الخامس، يقدم لنا ما يخاف. بينما المركز السادس الحضور في هذه اللحظات والقدوم من ورد لمحمد بن راشد بالسم المنصوري، يقدم لنا ورد القادم على المركز السادس. المركز السابع القدوم في هذه اللحظات، هنا أيضا ما يخاف سويد بن عبيد بن سويد بن سويدان العامري، يتقدم سويدان بن عبيد بن سويدان العامري مع ما يخاف القادم في هذه اللحظات أيضا. والمنضم من الجانب الأيمن في هذه اللحظات يحضر بحضور شعاره الممتاز، هنا منذر عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري والقادم الحاضر صوغان. مرحبا يا بروس، مرحبا يا سهيل يا بن قريع يا بروس العامري. من يقدم لنا صوغان القادم في هذه اللحظات والحاضر والمنطلق ايضا؟ السهم مبخوت بن عبد الله بالضبيعي المنهالي مقدما لنا شعاره، مقدما لنا السهم الحاضر مع حضور الزمول. زاهي قادم لمحمد بن عبد الله بالحب العامري، يتواجد محللنا القدير هو القادم. القادم مع زاهي، يقدم لنا زاهي محمد بن عبد الله بالحب العامري قادما وحاضرا في هذه اللحظات. ايضا شاهين لسهيل بن سلطان بن تريم الكتبي يقدم لنا شعاره، هكذا نداؤنا الاول ينقضي على حضراتكم مع المراكز العشر
العشر الأولى الحاضرة، العشر الأولى المتقدمة. نعود والعود أحمد، نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى شاهين المنطلق. حمدان بن محمد بن مبارك العفاري ينطلق مع البداية، ينطلق مع الصدارة، يقدم لنا شاهين بهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور الممتاز. مع شاهين وانطلاقاته، مع شاهين وحضوره، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات هنا والحاضر شاهين. سهيل بن عويض بن سهيل الخيلي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، يقدم لنا شاهين، بينما المركز الثالث القادم مع ثالث المراكز في هذه اللحظات يتقدم المسك سيف بن حمد بن قناص العامري قادما، العامري حاضرا بحضور المسك مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من ما يخاف، ما يخاف بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري، قادما باللوتية مع حضور شعاره، مع تواجد شعاره، مع تواجد ما يخاف على المركز الرابع. المركز الخامس القادم في هذه اللحظات خريمة، حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي على المركز الخامس، يقدم لنا خريمة، بينما القادم مع المركز السادس القادم ورد محمد بن راشد بن سم المنصوري، يقدم لنا ورد، بينما القادم صوغان صوغان صوغان. القادم هنا سهيل بن قريع بالروس العامري مقدما لنا صوغان وحضور صوغان وانجازات صوغان، بينما القادم مع المركز الثامن الحاضر في هذه اللحظات منذر عبيد بن عتيق بن زيتون المهري، وايضا المركز التاسع القدوم من السهم مبخوت بن عبد الله بالضبيعي المنهالي، والمركز العاشر الحضور في هذه اللحظات والقدوم من زاهي محمد بن عبد الله بالحب العامري، قدم وحضر مع حضور شعاره. مع المركز العاشر نداؤنا الثاني ينقضي مع هذه الأسماء، ينقضي مع هذه الشعارات، ولكن وين شاهين؟ شاهين شاهين مع الصدارة، شاهين مع الانطلاق، شاهين مع التحدي، والسلالة الشاهينية الأصيلة والعريقة. ينطلق شاهين بهذا الحضور الكبير، ينطلق شاهين بهذا الحضور الممتاز. حمدان بن محمد بن مبارك العفاري يقدم لنا شاهين مع البداية. المركز الثاني القدوم من شاهين سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي، والقادم أيضا والحاضر في هذه اللحظات المسك سيف بن حمد بن قناص العامري، والقادم خريمة حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. ما يخاف قادم ايضا بشعارك يا بلوتية يا العامري يا من تقدم لنا ما يخاف. القادم ايضا ورد لمحمد بن راشد بن سم المنصوري، وصوغان قادم قادم معاك يا سهيل يا بن قريع يا بالروس يا العامري يا من تقدم صوغان، والقادم ايضا والحاضر منذر عبيد بن عتيق بن زيتون المهري، وقادم شعارك يا بالحب يا العامري، والقادم في هذه اللحظات مسعف مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري. بدا في الوصول، بدا في الحضور، ولكن نعود
إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، وغادر شاهين وانطلق شاهين مع البداية مع الصدارة، يبحث عن الفوز، يبحث عن الناموس، والعصا راكدة، العصا آمنة، شاهين وانطلاقاته، شاهين وحضوره، هنا ليحضر حمدان بن محمد بن مبارك الاعفاري، الاعفاري، الله على ثقة الكبار، الله على عروض الكبار، من يقدم لنا شاهين وحضوره. ينطلق في هذه اللحظات شاهين ويحضر بهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور الخطير. يا سلام يا سلام عليك يا حمدان، يا بن محمد، يا بن مبارك، يا العفاري، يا العفاري، الله 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 الله، إلى مصانع الجنوب. ومشكور يا مبارك، مشكور يا محمد، يا من تتابعون هذا الشعار وتراقبون مبارك ومحمد، محمد ومبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. مشكور يا الجحافي والعصا في الابطان، العصا راكده، العصا امنه، الى مصانع الجنوب، الى مصانع النواميس، الى مصانع الانجازات. مبارك ومحمد كلهم يتابعونه، سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار الكبير. بدون اي اوامر يختطف ناموس هذا الشوط. المركز الثاني شاهين سهيل بن عويض بن سهيل الخيري، والمركز الثالث وصل خريم لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، والمركز الرابع وصل شاهين لسهيل بن سلطان بن تريا والكتبي، والمركز الخامس ورد لمحمد بن راشد بالسم المنصوري. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الكبير من صالح حمدان بن محمد بن مبارك العفاري مع شاهين. 12 دقيقة 48 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. المركز الثاني وصل شاهين لسهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي، قدم أيضا أداء يشكر عليه، 12 دقيقة 51 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث خريمة لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، قدم لنا شعاره مع المركز الثالث، 12 دقيقة 52 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.